أحسن الله إليكم، هل صحيح أن الجامية يقدسون الحكام؟ لا يستغرب، بارك الله فيكم، أن تحبك الأكاذيب وتزيف الأقوال وتحرف صرفا للناس. قد صنع المشركون هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فسموه كاهنا وسموه ساحرا وسموه شاعرا وسموه مجنون، ولم يلحق وصف إلا أنه عبد الله ورسوله ونبيه الداعي إليه، نعم، البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل البدع من حين لآخر يصفون أهل السنة ودعاتها وحملتها بأوصاف هم منهم بريء، براء، براءة الذيب من دم يوسف صلى الله عليه وسلم. فلا غرابة أن يقال هذا في الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله. والقوم لهم مقصد، الرجل ليس بسعودي الأصل، هو حبشي نال الجنسية، كان أهلا له ولله الحمد رحمه الله. فلو قالوا العثيمينية والبازية لأسقطهم العامة قبل الخاصة، ولصغروا في أعين الجميع، لكن جعلوا غرضهم رجلا هذه حالة كما ذكرت، ثم طردوا من خلاله القاعدة على كل من يقول قوله، وإن لم يعرف الشيخ محمد أمان هو جامي. فإذا تقرر هذا فلنطلب من هؤلاء دليلا على أن الجامية كما يقول يقدسون الحكام، والمعنى أنهم يطيعونهم طاعة عمياء، هذا كذب. هؤلاء الملقبون بالجامية هم على منهج الكتاب والسنة وعلى سيرة السلف الصالح وعلى ما قاله الأئمة بعدهم في القرون المفضلة وبعدها، فليثبت هذا خلاف ذلك، وإلا كان كذابا مفتريا. وأنا أقول هذا لأني أعلم أنه بينه وبين ذلك خرق القتاد. نعم.